طبعا هاي السمك وراح نوريكم كيف طريقة تبيل السمك. وهذه المدقة اللي هي أنواع الدقة، هذه خطس الرجل الدقة الأسماك. هيك احنا بدي أعطيكم طريقة يعني كيفية تبيل الأسماك اللي راح نقليها كمان شوي ونقولها، بس إنه اليوم عملنا الدقة، والدقة هذه خلطة سرية عند كل شيف له طريقته. وهيك احنا زي ما شفنا بنجيب الأسماك بعد ما ننظفها منيح ونضبطها، بنكون عاملين الدقة. بعد ما نضبط الدقة وين بنعملها؟ هاي في السمكة، كل سمكة بنكون فاتحينها من جوا ومضفينها، وبنحطها في قلب السمكة الدقة عشان تاخذ مفعولها. طبعا اللي بيعرف الدقة راح يكتب لنا في التعليقات ايش هي الدقة، واحنا نقول له اه ولا لا، او الحب يعرف الدقة الرسمية للأسماك يطلب لها مني بعطيه. وفي البحر سمكة والشط واقف صياد بشبكة شبكة. فيش طبعا هذه الطريقة بعد ما نتبله ونحطه في الثلاجة يرتاح ياخذ التتبيلة فيه. نيجي هنا بنحضره بالطحين عشان ما يمسك معانا في السيرج، وبنكون حاطين السيرج على النار عشان انه يكون حامي ويكون السيرج بكثرة عشان هذا السمك بده سيرج عشان يجمد. كنت جاهز تقريبا اول وجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي طريقة اللي يفوت السيرج عن شيف علوش. يعني أنا كلمة راح شوف سمك تاكله، تحضير السلطة تكون إشي جميل، والسمك مع السلطة بطلع لون وكل يا حلو. كل من إيدي وحياة عيني. كما قلت يوم يكون خمسة 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 استنى كثير. لا مش كثير الحين، هي استنى انا بغرق وبطل. يتقلب ويرجع الحال تماما تقريبا بسيط على اليد الثانية عشان تكون الحركة متكاملة. بابا
بنصح الجميع ساعة ما يعمل السمك يبعد الأطفال من عنده عشان ما الطفل يبقى ولا يتقشطش ما يصيرش واوا في البوبل تبعنا ويهتم للنقطة هاي أهم شيء. طبعا عندنا بجرب بتاع الأسماك يكون في سلطة خضراء وفي عندنا الجلاية الحلوة اللي معروفة للأسماك في بندورة بالبصل. هاي يعني إشي هاي يعني كثير بندورة بالبصل بالذات يعني مع الكرنان تشوف الأخضر بطلع له الزاكي وفاخر على الآخر. كم حبة؟ 5 5. طب استنى كم حبة بقول لك بقول لك 5 5؟ المقلب ياكل 5 5. Yo. يعني مسافة انك تحمل البندورة ومسافة انك تحمل السمكة والخير يعني في الاستواء تكون انت مستغل الوقت الثاني انك تخرج بندورتك تخرج خيارك تلتيت فلفلك عشان تعمل السلطة الغزوية زي ما بيحكوها السلطة الحبشتة كمان هاي السلطة هي الثانية هو الفيق ولا كيف اطلع لكن الفيق انه بس مسافة مستغل الوقت الثاني ومستنى السير يجي احنا والبندور اللي الفيش سمكة تحلل تنحرك البندورة يلا يا بندورة يلا يا بندورة عن السلطه بعد ما تخرطها ناعم ناعم بندورتك خيارتك جرادتك نعناعتك ريحانتك
كله بيكون مرتب هيك وحلو، وبتحط عليها الليمون. طبعا الملح بيكون شوية، حطيت ملح وهيك بتكون جاهزة. لما يكون في سمك بنصح بعدم وضع زيت الزيتون عشان السلطة تكون لها ذوقها ومذاقها وما بتشوفش الفرق مع السمك. أما إذا في السمك وعن السلطة وعن الغذاء اتلف، وبنصح السلطة هذه يكون عليها زيت زيتون لما ذوقها الجاهزة. وشوف السمك حمير. هيك بتكون خلصت، نحط الليمون والملح وبنقدمها للضيوف وبنقول ألف صحة وعافية على ألفك. خلينا نشوفهم كيف نخلص كيف الرش، انتظروا الأرض نهائي عشان هيك بكون السمك والبندورة والسلطة جاهز وبناكل، وصحة وعافية على قلبي وقلب العائلة الكريمة كلهم هياكلوا كيفه. الوالد طبعا بس مستني مستعجل بده ياكل. طيب هيك بنقول اللي عجبوا الفيديو عملنا لايك وشير وسبسكرايب وانتظروا كل شيء حلو.